انا مملولي كان طاش بدور المجموعات البلاد ما قصروش على مستوى المقابلتين الاثنين كنا قراب نترشحوا خاصة على الفرص المقابلتين الاثنين كان عدد كبير شفتوا في الشوط المقابلة الثانية جدا كيف وقت وصلت النتيجة 2-1 كنا قادرين نرجع في الاثنين معناتنا لقينا اون ايكيب كبيرة قدامنا الأهلي يعرفوا كيفاش يستثمروا الأخطاء نتاعنا ظلم كبير خاطر وقت النتيجة 1-0 كانت فيه ضربة جزاء واضحة على الاتاكون تاعنا اوليفي ضربة جزاء وقتها كان عطاها تولي 1-1 لكن الفرق الكبرى هكاك ديما فما ام تي بلوس اضافة صغيرة ياخذوها مع الحكام لكن نادي رياضة بنزرتي اللاعبين تاعو ما قصروش على مستوى المقابلتين اثنين الاهلي زاد كيف فريق كبير ان شاء الله مبروك للاهلي وحظ اوفر للنادي رياضة بنزرتي شكرا